هلا اذا في بعض الناس عم بتهرب بطريقه غير مشروعه، بمعنى انه في عم فيها ضرر، في طريقه مشروعه وفي أكيد تهريب بطريقه أكيد غير مشروعه. اكيد كيف يعني؟ اكيد كيف لما التهريب بيكون بطريقه مشروعه؟ هو الهدف مرتبط بالهدف. شو هو الهدف؟ اذا الهدف فعلا انه انا امنع الجوع والفقر عن اللبنانيين بيكون مشروع. إذا الهدف هو مجرد الربح والاحتكار وزيادة الأسعار بيكون هدف غير مشروع. طب اليوم بصير في تهريب إلى سوريا. اليوم السبب أساسي من أزمة البنزين هو التهريب إلى سوريا. سمعنا السيد السبب الأساسي سبب عم تحصلي أنت واحد من الأسباب الأساسية واحد من الأسباب صح بأزمة البنزين هو تهريب البنزين إلى سوريا، مش سر بس يعني. بتعرفي أن السوريين متضررين من هذا الموضوع؟ لأنه عم يسحب دولار من عندهم. يعني مين قال انه السوري اغلى من البنزين اللبناني، وبالتالي هون من مصلحتهم يهربوا البنزين. بس عم بيبيعوه بالدولار، دولار كاش مش هيك؟ معناتها عم تخرج دولارات من سوريا الى لبنان. طيب ما هذا في ضرر لسوريا. طيب. في مصلحه للمهربين هن هولي. طيب. بس سؤال كمان سؤالي انا اللي ما حدا بده ينسال، يعني ما بده ينسال هذا السؤال، انه فعليا قد ايه نسبه التهريب الى سوريا؟ قد ايه؟ ما بعرف، انا ما بعرف. بس ليش هذه الضجه الاعلاميه حول هذا الموضوع؟ ليش ما بنحكي عن المحتكرين؟ عفوا ما عنده موارد. عفوا اليوم في ملايين الليترات من البنزين موجوده بالمستودعات ومستودعات للدوله. صحيح، قد ايه عم ينحكى فيهم؟ عم ينحكى قد ايه عم ينحكى فيهم بالاعلام؟ نسبه هذا الحكي بالاعلام قد ايه؟ 1% 2%؟ هذه مشاكل داخليه. بس نحن مش مشاكل داخليه، في حرف الانظار من قبل الرأسماليين ومن قبل النافذين بالسلطة وغير السلطة، أنه أنتوا وجهوا الكلام باتجاه التهريب لسوريا، وقولوا الأزمة هي بفعل التهريب إلى سوريا وليس بفعل احتكار المحتكرين اللي عم بيحطوا البنزين بمستودعاتهم وخزاناتهم ليرفعوا الأسعار. طيب. منهم من يقول أنه اليوم طلع السيد نصر الله وتحدث وقال أنه نحن جاهزين نجيب فيول من إيران، ورجع من بعد ما قال نحن جاهزين نجيب فيول من إيران حكي عن مصفاية نفط، أنه بدنا نعمل مصفاية نفط لنجيب فيول من إيران. ثم من يقترح بدل ما نحن نعين السوريين بالبنزين تبعنا ونهرب بنزين على سوريا، فليسلموا البنزين من إيران إلى سوريا ويتركوا بلبنان بسبيله. يعني اليوم هذا الربط الثلاثي بين لبنان وسوريا وإيران إلى أي مدى هو بفيد لبنان ما بضره برأيك؟ هلا في عن جد خلل أخلاقي. ليه؟ بالأساس هذا النقاش هون لازم يكون. ايه؟ إنه ساعة بدنا نحن نحمي السوريين ونجيب اللاجئين السوريين ونطعميهم ونشربهم ونحكي عن حقوق الإنسان، عرفتي كيف؟ هون مطلوب، لأنه المشروع السياسي كان إنه لازم يركب بهذه الطريقة لإسقاط النظام في سوريا. دغري بلشت يعني الدعاية عن حقوق الإنسان، وإذا أنتوا بتقربوا صوب اللاجئين السوريين بتكونوا أنتوا ضد حقوق الإنسان. طيب هولي مش بشر؟ هولي منهم بشر؟ اليوم إذا كانوا بشر يعني بلبنان بسوريا بيفرقوا عن اللي موجودين بلبنان؟ أنتوا عم تدعموا السوري اللي موجود بلبنان وبدكم إياه يبقى بلبنان، وعم تصرفوا عليه بنزين ومازوت وكهرباء ومي وكل شيء، مزبوط؟ أنتوا قصدك تحكي عن القوى السياسية. السوريين اللي بسوريا هولي شو؟ مش بشر؟ بدك تدعمهم كمان؟ أنا عم بحكي من ناحية أخلاقية، مش أنا بدي أدعمهم بس. لا أنا بتطلع أنا بالإنسان. اليوم في حدا بده يفصل، في حدا بده يان مليون بده يان. سوري، اليوم لبنان يستقبل مليون سوري، حوالي مليون سوري، ما بعرف قديش العدد ضيق. وانه في في مصروف من بتجيبوا مليون والكهرباء والول، بالاضافه طبعا الى الاموال التي تصلهم من الجمعيات الدوليه. نعم. انت حضرتك عم تتهم القوى السياسيه التي تريد حمايه السوريين اللاجئين في لبنان بانها قليله الاخلاق لانها تريد ان تحميهم في لبنان ولا تريد ان تحميهم في سوريا؟ تحميهم في لبنان، هي بدها تحميهم بلبنان؟ والله كان في مشروع عم يركب هن لهم علاقه بحمايه السوريين بلبنان. هلا شوي تنقلب المعادلة، بيصيروا اللاجئين السوريين شو بدك يعني شياطين بيصيروا. عرفتي كيف؟ مثل ما بدهم هن. اليوم اللي أنا عم بقوله، وأنا ما في واحد يجي يمنعني، أنا إنسان مسلم، عرفتي كيف؟ وإنسان أؤمن بالإنسانية وين ما كان، بسوريا بلبنان بفلسطين بأمريكا بأي مكان بالعالم، ما في واحد يجبرني يقول لي أنه لازم يعيش المواطن اللبناني بكرامة والمواطن السوري مش لازم يعيش بكرامة. كل إنسان على وجه بسيطة في دولة،
في دولة أنا في دولة أنا هي مسؤولة عن مواطنيها. يعني أقصد اليوم لبنان مسؤول عن مواطنيه يا عمي ومسؤول عن طيب الدولة بس بدها تمنع التهريب على سوريا، ما بدها تمنع المحتكرين اللي عم بيخزنوا آلاف بلا طبعا من واجباتها. طيب خليها تشوف بعين تاني.